الدرس الثاني اليوم في الهداية، ما المقصود بالهداية؟ يلا يا سيدي، ما المقصود بالهداية؟ ما المقصود بالهداية؟ الهداية الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى يا كسيدي يمشي في طريق مظلم، هل يستطيع أن يستمر في طريقه هكذا مظلم؟ ممكنش. إذا واش خصو؟ خصو الضوء ياك. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي، النور إن شاء الله تعالى. لماذا يصلح؟ تبيان طريق ياك. وماذا تريد أن تعرف في الطريق؟ لكي ترى إن شاء الله تبارك وتعالى كل المطبات التي يمكن أن تعترض طريقك في الطريق. أيوا سيدي بخ، صافي، هو هذا الهداية، أن تهتدي زين في الطريق. إيه تهتدي، إذا لابد من نور، فالمشي في الظلام ظلمة واسم ضلال، والنور زين وسيلة للاهتداء. للاهتداء ماذا تعرف من خلال النور واسم ضلال؟ ايوه طريق. ما الذي تعرفه وتريد ان تعمل؟ ان تعرف المطبات حتى لا تسقط. هذا اسمك اسمه الهدايه فاش؟ في الطريق. هذه هي الهدايه؟ هي الهدايه في الطريق؟ وقبل منها اسمك اي؟ قبل بالهدايه في الطريق اسمك اي؟ اولا الهدايه الى الطريق. هل بعد اهديت انت الى الطريق؟ ففي الطريق تحتاج الى نور. لكن الهداية إلى الطريق يعني لابد قبل أن تسأل النور لتكتشف حقيقة الطريق وتتبين مطباتها وتمشي بدون أخطار تهددك في مسيرك، في مسيرك إلى ربك، لابد أن تكون الخطوة الأولى وهي الهداية إلى الطريق. فهنالك كثير ممن يمشي خارج الطريق، لم يدخلوها أصلا. ولذلك دائما يقولون الطريق هو الإسلام، فهنالك من لم يدخلوا أصلا، الكفرة لم يدخلوا. إذن فأنت تحتاج أولا الهداية إلى الطريق، أن تسلم، ثم الهداية في الطريق، نور في الطريق. إيوا زيد أخويا واسمو خصك الهداية إلى الطريق، تسلم باش تدخل الطريق تاع الإسلام. الهداية في الطريق تتبين الطريق، لأنك تمشي ما شاء الله تبارك الله حتى لا تضل زيد واسم أخر. والذي ينبغي أن تعرفه في الطريق غاية الطريق، إلى أين أنت قاصد وذاهب، لا بد أن تعرف كل هذه الأمور. فالهداية إذن إن شاء الله تبارك وتعالى هي كلمة تشير إلى تبين الإنسان زيد منطلقه في الحياة، غايته في الحياة، الطريق من المنطلق إلى الغاية في الحياة. منطلقك منين تنطلق؟ وفرق غادي واضح، والطريق واضح، من أين تنطلق؟ هذا كنسميوه احنا في العلوم تاعنا اسميه من أين تنطلق؟ كنسميوه الأصول. والغايات كنسميوها المقاصد. لا المقاصد فرق غادي، ماذا تريد؟ هاك غادي في الدار البيضاء، أنا ملي خرجت من وجدة المنطلق وجدة، والهدف الدار البيضاء، والطريق راها باينة، والطريق اللي تدك ها هي باينة، ها باينة. هذا هو السفر إلى الله تعالى هكذا. إذا إن شاء الله تبارك وتعالى، فما هي الهداية وما المقصود منها؟ إذا مثلنا لها بهذا، ولكن سنعود إلى حديث الصراط الذي يتحدث عن طريق العبد إلى الله منطلقا وغاية ومنهاجا كما قرأنا عليكم الحديث، لكن هذا كي غادي نجي إن شاء الله في الوقيته ديالو. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، ما هي الهداية وأنواعها؟ هداية إلى الطريق، الهداية في الطريق، منطلق الغاية.
لا إله إلا محمد رسول الله. إذن فالهداية أربعة أقسام، أربع نوع، أربع أنواع زيد من الهداية، أربعة أربعة. الهداية الأولى هي هداية من هداية عامة فطرية غريزية كيف بغيت تسميها، عامة على اسم عام، تشمل شكون؟ كل الخلائق، الإنس والجن والملائكة زين زين، والحيوان والنبات، كل شيء في هذا الكون كله مفطور على الهداية. هذاك غادي نوصل التسبيح وكذا وشي شاء الله، ان شاء الله صح. كل الكون، كل الكون من جاب لنا التسبيح الله يجازيه بخير، يعني في السماوات يعني كيما قال ولكن لا تفقهون تسبيحا، سبح لله ما في السماوات وما في الارض، اي كل ما في السماوات ما في الارض يسبح الله. ما معنى يسبح الله؟ ما معنى يسبح الله؟ يزيد ينزهه عن كل نقص بتمجيده وتعظيمه، فهمتوا؟ ينزهه عن كل نقص، تقدر تنزهه بكل نقص ولكن تبقى تقول له سيدي ربي استغفر الله يا ربي. تبغي مثلا واحد السيد تمدحه تنزهه عن النقص، نديره مثلا السيد نقول له السيد مثلا زيد السيد هذا، هذا ليس ببخيل، هذا نزهناه بالبخل ولا ما نزهناش؟ ليس ببخيل، ولكن هذا هو التنزيه. لا خص تقولوا هذا كريم. الا مشيت قلت له فلان ماشي بخيل، يعني راك تطيعت به ماشي نزهته. الا بغيت تقول ماشي بخيل واش تقول؟ جواد، بحر 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 في الجو. ولك سيد ربي سبحانه عز وجل مين تبغي تسبحه؟ باش تسبحه انت تنزه عن كل نقص، واش تقول له؟ سبح بحمد ربك، اي حتى في التسبيح تذكره جماله كماله، سبح بحمد أي بنعمه التي تصلك من ربك. إذا أردت أن تنزه فنزهه بذكر نعمه تعظيمه، وذلك تقول يا ربنا يا سيدنا يا خالقنا يا أول الأولين يا كريم يا جواد يا عظيم يا 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 يا، فأنت تذكر تمدحه، ففي مدحك له تسبيح مباشر. إذن هذه تسمى واسمه الهداية العامة لكل المخلوقات، وكنسميوها عاولك الهداية زين الفطرية، وكنسميوها الهداية الغريزية. الغريزية يعني اسمه الغريزة، غريزة ولا الفطرة اسمه مخلوقة مع قبل خلق، قبل خلق الإنسان، قبل خلق الإنسان، قبل خلق الإنسان فطرة مفطور عليها مجبول عليها تخلق معه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين. سنرى إن شاء الله سنرى هذه الفطرة، هذه الأولى إن شاء الله تبارك تهم الجميع، وغدا نعرف ما معناها إن شاء الله وما حظ الإنسان المكلف فيها، وهل سيسأل عن ذلك أم لا يسأل إذا خالف فطرته. شو أيستطيع العبد بضلاله عن الطريق أن يصل إلى درجة زين يخالف فيها فطرته؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. نعود السؤال وخلاص. أيستطيع الإنسان بسبب ضلاله عن الطريق المستقيم يعني أن يصل إلى درجة زين يصطدم فيها هو زين ويناقض فيها فطرته؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدرش يدير المعاصي اللي يديرو ما يكونش مخالف الفطره ديالو، لان كاين المعاصي اللي تخالف فيها حتى الفطره ماشي غير الدين. يقدر ولا ما يقدر؟ بحال شكون يقول يقدر؟ ما كاش اللي قال بحالاش الشذوذ الله يرحم والديك الشذوذ، لا 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 يعني الراجل مع الراجل ما خرج حتى على راجل مع راجل يعني. هذا يخرج على هذا يخرج على الفطرة، هذا هذا مش يخرج على على الشرع، على قال الله قال رسول الله، هذا يخرج فطرته انتكست
ارتكست وانتكست الفطرة وخرج ماشي من الإسلام، يعني ماشي خرج من الدين، يعني واش من خرج؟ خرج مال، خرج مال من فطرة الله للبشر. الزنا لحد الآن الزنا ما عصية، لكن الشذوذ ولا أن يزني بأمه هو في عقله، أو لا أخته ولا بنته، يعني مش عارف هذا اسمه يسميه الفطرة زين العامة أي تعم جميع المخلوقات زين، أو لا هداية فطرة أي ما فطر الله عليه الخليقة، أو غريزية هداية غريزية أي أن الإنسان شوف جيب له التفاحة، التفاحة ها هي نشوفها يا يعني التفاحة في الشجرة هكذا في البستان تعجبني مزيانة مخيرة، نقرب لها أمد يدي إليها ياك يا كاس، أمد يدي إليها تعجبني نشوف فيها كذا زيد نقربها ملمسها شوف نظرة إليها واسمه تبهج الناظرين، نقبضها ملمسها واسمه ملمسها باش نعرفه باللمس ملمسها رطب زيد نقربها للنيف ريحتها مخيرة وي 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 فالشهية تنفتح الفطرة ديالك. تفاحة أخرى خانزة خارج جام بالبعد تشوفها تقرب لها بس مودي تقرب لها بس مودي تبلي دايرة فيها شي حاجة نتاع الرقعة نزيد نقرب شوية الريحة شوية شوية الدود يخرج. هذا محتاج يقول لك يجي عندك الطبيب يدير لها الاناليز يقول لك كلها ولا ما كنت تاكلهاش، واش محتاج شي علم ولا محتاج للطبيب؟ والاخرى واسمويه يكون اللي جا عندك واحد الطبيب زعما يقول لك ديك التفاحه المزيان اللي راه في ديك ولا خطيك بها وكذا، قول له راه تاع بوس من راه جيب لي منها واحد 60 كيلو واش تفش انا واخا يجي يلعبها عليك طبيب، لان كاين شي واحد يبغي يلعبها باش ياكلك ولا يدير لك شي حاجه، لان يقول لك انا احترم لي الاختصاص نتاعي، انا نعرف بلي ذاك التفاح انت ما يصلحلكش ولا ما يصلحش لك غير انت، احنا واش ناكل؟ ناكل ببوش تعرف ذاك. هذه القضية الأولى، الفطرة العامة غادي نوليو لها. الفطرة الثانية واش هي؟ الفطرة الثانية هذه هداية قولوا لي الهداية، الهداية الأولى هداية فطرة، الهداية الثانية تاع زيد، الهداية الثانية هداية واش اسمه؟ إيوا شوف هداية واش اسمه؟ الهداية الطريق، الهداية الطريق، النور تاع الطريق. الآن خرجنا من الفطرة من الداخل من الغريزة، خرجنا مع ما أنت مجبر عليه من قبل الله كما أجبرت سائر المخلوقات. لا هذه ليك انت ايها البشر، هدايه ليك، هدايه ليك، هذه ليك انت، هذه تخرج اسمها، هذه تحتاج لمن؟ لبيان، لبيان، تحتاج لمن؟ تعرف الطريق اكي اسمها هذا اكي اسمها هذه الهدايه هدايه بيان، هدايه بيان، هدايه تبليغ، هدايه معرفه، هدايه مخ، هدايه راس يعرف الراس، الراس هو دخلنا لك الهدايه عندك انت، ما بقاش في الفطره الداخل 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 التي لا تسال عنها وانما انت مجبول عليها. لا ولات الان الهدايه تعشي هدايه اهدنا الصراط المستقيم اي بينه لنا وضحه لنا خصائصه مطباته معقلاته غايته منطلقه، هذا كيسموه هدايه علم، علم بيان تبليغ، هذه الثانية هذه لكم. الهداية الثالثة زين زين الهداية الثالثة زين الآن توفيق، علاش؟ لأنك هنالك من يهدى بيانا معرفة فيعرف لكن لا يريد أن يتبع، هذيك هي غير المغضوبة الأولى تخرجك من الضالين، الهداية الأولى تخرجك من الضال من طريق الضال من الضلال الذين جهلوا أرادوا الحق لكن لم يأخذوا بأسباب العلم لمعرفة هذا الطريق وظنوا أنهم إنما يحسنون صنعا. والثانية تخرجك منين؟ الثانية اللي هي هداية توفيق ماشي هداية بيان، هداية توفيق من تخرجك؟ تخرجك من قصدك السيء زين، فأنت توفق لاتباع الطريق الذي علمت علمت
فخرجت من الضلال، وعملت فخرجت من حالة المغضوب عليهم الذين عرفوا ولم يعملوا. هذه هداية التوفيق. كاين اللي يكون مهدي هداية معرفة زيد ولا يهدى هداية؟ كاينين هذا ولا ما كاينين؟ ما أكثرهم. يسير بالعلم ويلوي أعناق النصوص لخدمة الظلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك واحد السيد كيتمشى في الشارع عامي، إذا كان ضل فالطريق غادي واسمه ضلاله علي. لكن العالم الذي يعرف ويسكت يسكت ويترك الأمة عياذا بالله في تيهان، يحمل وزرا ووزر من يقتدي به وكان يعتقد أنه هو الذي يقود المؤمنين في طريق الهداية إلى رضوان الله. وكما يقولوا سيادنا كما يقول لك الرائد القوم لا يكذب قومه، الرائد نتاع القوم، الرائد الذي يقود السفينة. واش يشوف العدول هي هاك ويجي عندهم يقول لهم ما كاين والو فيسلم قواته إلى أن يفتك بهم من قبل العدو؟ لا، الا انت يا ابن عمي زعما تعرف سيدي ربي وراك تعرف الحق. ايوا تخدعوا الاتباع تضللهم. يا ربي وشحال هذه كتسمي هدايه التوفيق. والرابعه ان شاء الله واسمو هي الرابعه ديال الهدايه واسمو هي اللي الهدايه الجزاء يوم القيامه. الله يجزيك بخير. هدوهم الى صراط الجحيم. هدوهم الى صراط الله دي طريق جهنم حكم عليهم بالنار وقيمت عليهم الحجة يوم القيامة. اهدوهم إلى صراط الجحيم. والخناس ما يقول أصحاب الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما يقدروها أنتم كاع في رمضان. الحمد لله الذي هدانا لهذا. واسمو هي لهذا؟ واسمو هي لهذا؟ للجنة. الشيء راهم يتكلموا على الدنيا يتكلموا لهي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. إذ هذه هي الأنواع الأربعة من الهداية. هداية عامة فطرية غريزية تشمل جميع الكائنات من سماء وأرض وما بينهما ياك كل شيء. والثانية إن شاء الله هداية تعليم وبيان وتوضيح ودعوة لإقامة الحجة الشرعية المعرفية على البشر كل البشر المكلفون. الثالثة هداية توفيق أي المنتفع بهداية البيان المنتفع بهداية البيان وعامل بمقتضى هداية البيان وفق للتطبيق وفق للسير في الطريق. والرابعة هي الهداية يوم القيامة حيث يهدى الفريقان كل إلى طريقه. فمن هدي في الدنيا إلى الطريق المستقيم هدي على الصراط يوم القيامة إلى الجنة، وهدي الآخر الذي ضل الطريق في الدنيا فسقط من أعلى الصراط 70 خريفا في جهنم حينما يجتاز الصراط. وتهوى به 70 خريفا. الله لا إله إلا الله. نبدأ إن شاء الله الآن بالهداية الأولى بإذن الله تعالى. يا ربي بسم الله. إذن الهداية الأولى هي هداية زيد عامة. ما المقصود بالهداية العامة؟ جميع المخلوقات. وماذا يراد بهداية جميع المخلوقات؟ نهديهم لماذا؟ واش الحيوانات نهديهم للطريق المستقيم؟ السبع في الغابة نهديهم للطريق المستقيم؟ الزرافة نهديها للطريق المستقيم؟ الحية نهديها للصراط المستقيم؟ النجوم نهديهم للطريق المستقيم؟ إذن تهدى الكائنات لماذا؟ إلى ماذا؟ إلى وظيفتها لتؤديها في الكون. هدى الله كل مخلوق زيد
لتأدية وظيفته التي كلفه، فالله ما خلق أي شيء باطلا، خلقه بالحق والحكمة، فهو الخالق الحكيم الذي يخلق كل شيء بقدر. وإذا بك وأنت تنظر إلى الكون من الذرة إلى المجرة لرأيت نظاما بديعا محكما، الكل يسبح لله ويسير في طريق رسمه الله لتؤدي المخلوقات كلها الهدف من خلقها، الهدف من خلقها، الغاية من خلقها، وأنت داخل معهم في هذه الهداية الفطرية. نتايا لا نتايا درك منين الذرات نتاعك، ذرات في الجسم تحكم فيهم انت؟ تحكم انا؟ شكون اللي راه كيسيرهم؟ نظام فطري. شكون؟ ومنين يجيك الناس تمشي تنعس؟ انت اللي راك تحكم في الروح ديالك وكذا وزوجه، شكون؟ خارج انت على هالشيء، فطري فطري. كاين حوايج انت اللي فطريه لا دخل لك فيها ولا ولك علاش دار لك سيدي ربي سبحانه وتعالى، علاش؟ لكي تقوم بالوظيفة التي يريدها الله سبحانه عز وجل. أين وردت هذه النوع من الهداية؟ في أي صورة؟ وزيدروش في أي صورة؟ الله يرحم والديك. هات بسم الله الرحمن، يلا اسمعوا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصورة اسمها صورة زيد الأعلى، الأعلى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد يحبها، النبي كان يحب القرآن كله لكن كان يحب هذه الصورة، كان يصلي بها الأعياد ويصلي بها الجمعة، وحينما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. حينما تترب وجهك للحي القيوم وتكون أقرب إلى الله، فإن أعظم دعاء تمجد به الله وتسبح به الله هو سبحان ربي الأعلى. قال اجعلوها في صلاتكم، مش في صلاتكم، اجعلوها في سجودكم. ومن قال سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها زيد في ركوعك، سبح باسم ربك العظيم في ركوعك، كي تركع تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. انت راكع، انت منثني منحني بين يدي ربك، تعبر له عن انحناء خضوع استسلام وتعظمه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تنزهه وتثبت له العظمة. فإذا سجدت بيقولك اجعلوها في سجودكم، انت يا وزير في أعظم مراتب العبودية، أي أجلى صور العبودية هي السجود. وفي بس ما تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى الأعلى، إذا يقول سبحان سبح اسم ربك الأعلى. وتعرف التسبيح كاين في القرآن، سبح يسبح زين وسبح وعاد يسبحون وسبحان، يعني فيها بزاف تسبيح. أما القرآن ملا بهالشيء، هنا فيها السورة الوحيدة التي ابتدأت بفعل الأمر سبح هي سورة الأعلى. سبح نزه ربك باسم ربك، سبح باسم ربك الأعلى، سبح باسمي، سبح باسمي، سبح باسمي. تنزه الله زين باش باسمي، واسمه هو الاسم، الاسماء تعالى سبحانه وتعالى، باسم ربك تسبح باسمائه كلها، باسمائه الحسنى كلها. انت بجيت تبغي تدعي سيد ربي سبحانه عز وجل المغفره، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا ستير استير استرني، يا كريم اكرمني، يا جواد وجود علي، يا شافي شفيني، يا ناصر انصرني، يا عفو اعف عني زين، يا قادر زين احميني.
سبح باسم ربك. شو ربك؟ ربك الذي تعهدك بالتربية فأغدق عليك بنواله وعطائه وكرمه. الأعلى، ما معنى الأعلى؟ كل صفة وردت في عقلك إلا وصفة الله تعالى الأعلى. الأعلى اذكر الجود، تقول محمد جواد، لكن جوده مع جود الله هو الجود الأعلى. الكرم، كرم فلان، كرم الله الأعلى. عفو فلان، فلان يعفو عن من ظلمه، عفو الله الأعلى. فالأعلى في كل الصفات. في القرآن واش كيقول سيدي ربي سبحانه وتعالى؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما. وكيقول سيدي أنتما أن إنك أنت الأعلى. لمن قالها؟ سيدنا موسى. ألقي ما في يمينك إنك أنت الأعلى. سيدي ربي يقول سيدنا موسى أنت أعلى، ولكن أعلمناش من القوم. يعني هذا واسمه، واسمه فيه فيه فيه. وهنا هنا هنا فيه مقارنة ما بين زوج. كاين هذو الذين أرادوا أن يستعلوا، إن فرعون أعلى في الأرض، أعلى، وجاء بسحر عظيم عن طريق السحرة حتى استرهبوا الحاضرين، ياك. والأخر يعني أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أعلى منه وعلى فرعون. القمات ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أنت الأعلى بالنسبة لهؤلاء. سيدنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الأعلون مناش؟ مناش؟ أهل الكفر. أنت في أحد كيقولوا أعلوه بل، أعلوه بل. قالوا بيردوا عليهم، قالوا ماذا؟ الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم. أجيبوا، قالوا شو نقولوا؟ الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، هذه بتلك. قالوا جاوب، شو نقولوا يا رسول الله؟ قل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء، لا سواء، قتلاكم جيف، جيف في النار تحترق، قتلانا إنما ذهبوا وارتقوا شهداء دفاعا عن دين الله. هذه الدنيا الفانية التي يتكالب عليها الناس وينسون وظيفتهم. يقولك الأعلى، سبح اسم ربك، سبح الاسم ربك الأعلى. يا الله فيني بان شرط على هذا الذي خلق زيد فسوى. خلق، خلق، فهل يستطيع أحد أن يخلق مع الله؟ كاين الخالق من غير الله ولا ما كاش؟ هل من خالق غير الله؟ كاين ولا ما كاش؟ نعم كاين، لأن الخلق واسمه، الخلق واسمه، الخلق زوج أنواع، خلق من عدم فهذا يختص به الواحد. ويقول النبي في الحديث القدسي زيد خلقوا زيد حبة، حبة، ياك عندكم مكونات نتاع الحبة ديال العدس وديال الزرع، يلا شنو ديروها؟ جيبوا المكونات وتنبت. لحد الآن الإعجاز واقع إلى يوم القيامة، لن تستطيعوا أبدا أن تصنعوا حبة مما خلق الله لكم من مكونات. هاي مكونات عندكم، أنتم تحللونها في المختبر وتجيبوا كاع المكونات نتاعها، إذا فهي متاحة لكم، تقدر تجمعوها بنفس المقدار والمقادير ثم اذهبوا بها إلى الأرض فابذروها. هل تحتوي على جينات وخريطة النمو كما هدى الله النبات؟ نعم، هذا خلق خاص بسيد ربي. والخلق الثاني هو أن تخلق من شيء موجود، كما قال سيدنا ربي عليه سيدنا عيسى اسمه إني أخلق لكم من الطين، أي موجود، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طائرا بإذن الله. فأنا أخلق من شيء مخلوق، وهذا يشترك فيه المخلوق مع الخالق، لأن هذا واسمه كانت هذه، هذه نقول له واسمه كانت، كانت خشب، وهذا خلقها مناش، جاب الخشب ودالها ودالها الأخر، حولها. ولذلك سيدنا بيقول تبارك الله أحسن زين الخالقين، يعني من الخالقين كاين بزاف، فالله هو أحسن الخالقين.
تبارك الله احسن احسن الخالقين، اي موجود كان مجموعه ديال الذين يخلقون، ولكن كان واحد الخلق يختص به الله هو الذي يخلق الشيء من عدم. اما ان تخلق الشيء من الشيء كما سيدنا بيقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وفي الايه الاخرى تاع الزمر يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ثم جعل منها زوجها. ثم جعل الخلق الاول واسمه خلق بدون ناخذ، والثاني جعل منها جعل منها. ولذلك السيد كيكون غادي يبني واحد البنايه اسمه غادي اسمه يكون عنده في الاول اسمه يكون عنده البلان يبني واحد البنايه، وعنده في الراس تاعو اسمه غادي يديرها، غادي يديرها مثلا واسمه سكنه ياك يعني. اذا في الاول راه دايرها سكنه، اذا هذه خلقت واسمه هي من الاول واسمه هي سكنه ياك يعني. هاد السكنة نفسها، هاد السكنة نفسها ياك يعني اللي بناها السيد يعني جعلها من بعد مدرسة. الخلق هو هو غير وحدة كانت الخلق في الأصل واسمه هي كانت في الأصل واسمه غادي دارها السيد سكنة، لكن السيد بانت له دار لا قال أودي بخير هذه جاية في هذا جاي في هذا الموقع وجاي السكن ما كانش مدرسة أنا غادي نستثمرها إن شاء الله فأجعلها مدرسة، أجعلها أجعلها هي أجعلها. ولذلك سيدي ربي سبحانه وتعالى يقول الذي خلق، الذي خلق والخلق واسمه فيه في الأول واسمه فيه العلم هاك زيد والتقدير العلم والتقدير زيد والإخراج، والإخراج للوجود. إذا كاين إن شاء الله تبارك وتعالى باغي نخلق خلق، إذا راه كاين الصورة ديالو كما يقولوا حنا البلان موجود، البلان البلان هذا قبل بالخلق كيكون واسمه كون هذا الخلق الأول اللي هو التقدير كيكون عندك في الراس ديالك نديرو غير بشر وعندك إن شاء الله تبارك كل شيء الإحداثيات والمكان فين يكون وكذا وكذا وكيفاش يكون هذا تصور قبل. ومن بعد اسمه ومن بعد اسمه اخراج الخلق الى الوجود هذا كيسميوه البراء البارئ البارئ. اذا كاين الخلق الخالق وكاين الداخل البارئ وكاين المصور، والمصور اسمه هو الذي يعطي كما يقولوا احنا الفينيسيون الروتوشات نتاع هذا المخلوق. اذا الذي خلق خلق فسوى، ما معنى فسوى؟ ما معنى فسوى؟ تسوية هذا الخلق، ما معنى التسوية ديالو؟ تسوية واش يدير كل حاجة قد الأخرى ولا اسمه علاه؟ ما معنى فسوى؟ بدقة متناهية لمن لمن تصلح لمن لمن كل واحد المخلوق اللي خلقه فسواه. خلق خلق البهيمه راك وش تمشي على اربعه وذاك الشيء، خلق بنادم يمشي كما قال سيدنا الله خلق كل دابه من ماء، منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجليه، منهم من يمشي على اربع، يخلق الله ما يشاء. اذا سيدنا ربي سبحانه عز وجل خلق الخلق وزيد وسوى هذا الخلق، كيف كيف كي دار سواه الله سبحانه عز وجل؟ ما معنى سواه؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. شوف شوف كي يتحركوا، شوف هنا شوف هنا شوف هنا فعدلك عدلك. هل تستطيع ان تحدث زين في الانسان تغييرا تضيف ولا تنقص باش تعدله؟ دير شي تغيير في الانسان او لا في شي مخلوق تقدر ده. ولذلك قال لك صحاب الفن الفن فاش كانوا عباقره في التجميل ام في التقبيح؟ في التجميع ولا في التقبيح؟ في التقبيح. يعني واسمه هما هما اللي يقبحون، ولكن هل يستطيعون مثلا ان ياتوا بصوره كهذه الصوره التي خلق الله عليها هذا الانسان؟ فعدلك. اذا سواك ما معنى سواك؟ خلقك في الصوره زين الكامله بالنسبة لماذا؟ الكاملة بالنسبة لماذا؟ زين لتؤدي وظيفتك،
لتؤدي الوظيفة، يعني أن الحالة والكيفية التي توجد عليها خلقتك هي المناسبة للوظيفة التي من أجلها خلقك الله. واقف عينك هنا ماشي هنا، وذنك هكذا جبدوا الكلام، يديك هكذا يتحركوا، هذا الشيء اللي أعطاه لك الله في الخلقة. خلقت بدقة متناهية بحيث لو اجتمع الخلق كلهم يريدون تصميم واحد مجسم لهذا الإنسان حتى يؤدي الوظيفة التي خلقه، لا يمكن إلا هذه التي أنت عليها. اسمع لها الهضرة كي دايرة، شو يعني هذا هذا التكوين المعجز ديال هذا اللسان، وهذا وهذا العلاقة تاع الراس مع القلب مع الفكرة كدير تكون مع الكلمة كدير تخرج، والمعنى اللي بغيت توصلو، مسائل معقدة عظيمة لو صار الإنسان يتدبر في هذه اللحظة التي أتحدث فيها ويلاحظ الإنسان ويتدبر هذا الأمر فعلا. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ما أعظمك ما أحلمك. صفات الكمال، الذي خلق فسوى زيد، والذي قدر زيد فهدى. إذن خلق وسوى زيد وقدر، أي خلق كل شيء بقدر. بقدر ما معنى بقدر؟ ذاك الشيء محسوب بالكمية والكيفية، محسوب والنوع، كل شيء كل شيء كل شيء. قدر فهدى، ما معنى قدر فهدى؟ ما معنى هدى؟ أي هداه للوظيفة التي من أجله خلقه الله، وهي هداية الفطرة، الهداية العامة، فيها الخلق والرعاية للعناية والهداية. هذا كل اللي كيسقسيو على واسطة ربي كاي ولا ما كاينش، دوك الملحدين كيقول لك حتى اللي يقول لك خصنا الدليل على وجود الله، قول له ما حتى باش تقول اعطيني الدليل، هذه ماشي صحيحة، لأن كاين هنالك خلق زيد وعناية بالخلق زيد وهداية للخلق. من الذي خلق؟ ومن الذي خلق هذا الخلق بهذا الوصف؟ ومن الذي هدى هذا المخلوق بهذا الوصف لمهمته؟ اعطينا سيدي، اعطينا يا الله سيدي، اعطينا اعطينا سيدي اعطينا سيدي. تشوف سيدي يجري يجري يجري، النمر يجري ولا السبع يجري 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 يجري، يقبض حمار الوحش، شدة وقوة ويضجعه أرضا هكذا، ولا وزالة ويقبضها وتموت يشنقها، اللي كان يجري في التلويز مدير يقبضها من هنا ما يقبضهاش من هنا. الرحمة كاع في وسط هذا القساوة، هناك رحمة يمشي لها هنا يقبضها واحد شي دقائق وتبقى هكذا هكذا، والمخ ديالها يبقى يدير وما تبقاش تحس بالآخر. من الذي هداه لهذا النوع من القتل الرحيم؟ أنا وكي يقتلها زيد والده يديها فين؟ والوليدات يجيو فرحانين ويديروا كذا، يقول يا ربي هذا الشيء كان من اجل هذه الرحمه. يا سبحان الله يا سبحان الله. الثعبان في الصحراء لم ياكل مثلا، لم ياكل شحال؟ ست شهور في الصحراء، والو كان تحت الرمله، والو ما كان والو، صايم ياك. وتجي الطيور المهاجره من قاره الى قاره، فرصته الفرصه ديالو اسمه ديال، فيقفك عودي شجر هاك. فلما تقطع هذه الفيافي وتبغي ترتاح الصحراء ما فيها لا شجر لا والو، فالطير يفرح يقول سبحان الله، هذا الطير سبحان الله، ها هو ربي دار لنا شم، ربي راه ها هو خصني نمشي نريح شويه، ويجي هذاك الطير حتى لفمو ياكلو يريح له ذاك الشيء. واش ذاك الثعبان يقدر يفرفر للسماء ويجيبو من السماء؟ ما الذي هداه لهذا؟ ما الذي هداه لهذا؟ سبحانه عز وجل، ما الذي هداه؟
النحل، النمل، العنكبوت. لو كنت قراو العوالم اليوم الحمد لله المسائل ما بقات شيء من سوسة اللي كيمشي للجو اليوم راه عندهم واحد القناه كيسموها ناسيونال جيوغرافي اللي كيتبع هذاك الشيء ديال الحيوان. حتى دوك الملحدين ما بقاوش لاني بقى شوف يقول يا سبحان الله. اسمع قال لي واحد العالم كبير عراقي سميه السامورائي، سمعت ولا لا؟ كان كيدير مع واحد البرنامج تاع لمسات بيانيه في القران وعنده داك الشيء عجيب. وقالوا له زعما انت كي دير التهديد كنت من اكبر الملحدين في الجامعه انا كيفاش درت؟ هو ما قراش القران ولا قرا الحديث ولا بعثي ملحد. قال له كيفاش درت؟ قال له مساله واحد الحشره هذيك يجي واحد الوقيته تولد هذيك لكن قبل ان تلد واش ودير؟ تموت ياك يعني تموت وتنوض هذيك اللي زادت واش دارت؟ يعني دارت وحده بحال السفينه وبدات الحياه نتاعها في دوره الحياه بداتها من جديد. من الذي علمها وقد ماتت امها؟ خرجت من بطنها، من الذي رعاها؟ وتولي حتى تكبر ودير نفس الشيء وتولد وتموت ويجي ولا ودير نفس الشيء. يا خويا نفس السيست محل. قال واحد النهار الصديق نتاعي جاب البيض ديال الدجاج وجمع واحد البيضه ديال واحد الطير كبير، يعني كبير واحد الطير ماشي بهذيك يا بيبي شي طير اخر، وبدات الدجاجه تحضن بيضها ياك يعني. وملي خرجوا هذوك الفراخ من البيض خرج حتى هذاك مباشرة، هذاك مائي، هذاك البيضة نتاع طير مائي مباشرة يخرج يمشي للماء ديريكت. يا ربي راه امك دجاجة عقلت علينا، امك دجاجة. لا، هناك فترة فطر الله كل مخلوق لما خلق له هذا لتأدية طيور الماء، طيور الماء وخربها الدجاجة ما فيها الذي ولا ذي. أتريد أن تغير فطرة الله التي فطر عليها الخلق؟ ولذلك هذا التوازن الموجود الآن في الكون من الذي يفسده؟ من الذي يفسده؟ البشر. هذا التوازن سيد ربي من الخلق الحية وخلق السبع وخلق خلقه في نظام متكامل كل يؤدي دوره. وشي مختار تتغلط وتبغي تحكموا على الحكم ديال البشر اللي عنده علم قاصر زين، ويكون حكمك اذا طبقت اثاره في الكون خراب. قال لك في الهند الله يرحمك يا سعيد حوا في الكتاب تاع الله، قال لك هذو الناس يعني ديال الهند كان عندهم واحده الفلاحه ياك يعني. والفلاحه في ذيك الوقيته كي وصلت كان كل عام ياكلوا الثلث الطير، واحد الطير ياكل ذاك ثلث وتبقى الثلثين. اش قالوا الفلاحة؟ مشاو عند المختبرات المختصة فاختارعوا دواء لقتل تلك الطيور حتى ينعموا بالغلة كلها وحتى لا يفجعوا في الثلث من قبل ذلك الطائر الذي رأوا فيه أنه ظالم ويأكل غلتهم ويأخذ جهدهم. اقلعوا هذوك صافي قتلهم كامل العام الجاي حرثوه ما كاين لا طير لا والو. واش موقع؟ ما داو حتى زيرو، ما طلعتش كاع الفلاحه، ما طلعتش. جاو هذوك الباحثين يشوفوا السبب، حنا بغينا نديو زعما الغله كامله ما رضيناش. قال لك بنص خبزه ضرب، قال لك اللي ما رضاش بالخبزه ضرب حتى نصها ما كانش، اللي ما رضاش بالخبزه صاب روحه في الخبزه هو بذاته هو سفنجة. جاو يبحثوا واش مصابو؟ أن ذلك الطير كان يأكل دودة في جذر الزرع لأن بقاءها يجعلها تأكل جذور هذا النبات فيموت في أصله قبل أن يكتمل. فلما قتلوه
تركوا الفرصة لهذا الدود لكي يأكل تلك قبل أن تنضج. واسمه ولا يديروا؟ مشاو شراوهم من دولة أخرى وطلقوهم تما. مشاو اسمه دوروا على هذاك الطير فين كان العشاش ديالو، ومشاو عند ديك الدولة وطلبوا منها إن شاء الله تعالى يشريوا عليها واحدة، نقولوا مثلا واحدة 500,000 ولا 30,000 ولا يشريوها، واستوردوها في الطائرات وأطلقوها في المزارع، ولاو يرضاو يديو الثلثين والثلث يعطيو لخوتهم الطيور باش يقضيو على الدودة، لأن هذيك الدودة غادي يديروها واحد المادة كيماوية باش يقتلوها. واش ما غادي تصرا؟ واش ما غادي تصرا؟ أنا ظلهم برد أخر ما عارفينش واش كاع، لأن كاين توازن. وفطرة الله للخلق حينما سوى الخلق وقدره لتأدية المهمة الموكولة إليه، تخريبها يتم عن طريق من لا خلاق له من أبناء جلدتنا، من أبناء جلدتنا تخريب. مش هاخص صمنا مزي مش يريقلوا المساء، مش هاد خلق فسوى والذي قدر فهدى كل مخلوق زيد لمهمته، يؤدي المهمة التي من أجلها خلقه الله كما يريد الله سبحانه وتعالى. يا سبحانك ربي سبحانك. وذل كل هذا الهداية الفطرية اللي في الإنسان يشترك فيها مع الهداية الفطرية لسائر المخلوقات، ولكن هذه يتحاسب عليها الإنسان ما يتحاسب عليها. هذه الهداية الفطرية الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الكيفية زيد ليؤدي الدور الذي يناط به. كاين الناس اشكال في الاجساد نتاعهم، نقولوا مثلا خلقك الله سبحانه عز وجل وقدرك وهداك الهدايه الفطريه اللي تؤدي الوظيفه، واسمو خلق فيك، واسمو خلق سيدي ربي، واسمو خلق فيك سيدي ربي، خلق واسمو ايوا زيد، خلق طاقه ادراكيه وطاقه زيد هذه نتاعنا عواطف ايمان وعقائد زيد وجسد، هاد الثلاثه اللي خلقك عليهم الله سبحانه عز وجل مكتملين لمن؟ لتاديه وظيفه ما، وظيفه ما، قوه الادراك وقوه العاطفه والعزم هذا النفس وهذا البدن بهذه الطريقه، خلق لوظيفه لا يجوز هدمها، لا يجوز التعدي عليها. فالتعدي على القدرات الفكرية بالمخدرات هو هدم لهذه المهمة، التعدي على القدرات الإيمانية بالمعارك تاع الحرب النفسية الثقافية التي تغزو الإنسان من الداخل فينهزم من الداخل، هذا خراب فاش في المهمة التي ينبغي أن يتحملها الإنسان. أيوة، هدم هذا البنيان هذا الجسد الذي يؤدي الوظيفة التي من أجله خلق الله، التعدي عليه هو هدم لوظيفة الإنسان في الأرض، هو تخريب للتوازن الذي يريده الله تعالى في الكون كله. خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل واحد، والذي أخرج المرعى، وشوفوا والذي 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 كان بالإمكان يقول سيد ربي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قدر ثم قدر وهدى، ولا وقدر وهدى، ولا فقدر وهدى زيد واخرج المرعى، ولا ثم اخرج المرعى، ولا لا، والذي والذي والذي. ما معنى والذي؟ تاكيد على من؟ الله سبحانه عز وجل سبح باسمه فاش في الخلق زيد خلق، والتسويه سبحه، والتقدير سبحه، والهداية سبحه، وإخراج المرعى سبحه، وجعله غثاء نحوه سبحه، سبحه شحال من مرة، خلق سوى قدر هدى أخرج المرعى جعله غثاء، ست مرات تسبح الله تعالى في آية واحدة وشحال؟ ستة تاع المسائل التي تنبثق من الخالق
للمخلوقات كلها حتى يتحقق التوازن وتؤدي المخلوقات كلها الوظائف والمهام التي تنسجم مع إرادة الله ومشيئته في خلقه. وفتلق والذي أخرج المرعى، واسمه المرعى الواقف، واسمه المرعى، المرعى هي الكلى اللي كينبت بوحده بالشتاء، ماشي شيء اللي يزرعه، المرعى، المرعى فيه شجر ولا ما فيه شجر؟ لا فيه شجر، لا شجر ما دخلش في المرعى، المرعى اللي يرعاه الأغنام الكلى، يعني هذاك الربيع وذاك الورد وذاك كيتنزل الشتاء كذا غادي تخضر تصبح خضراء. الذي أخرج، هو الذي أخرج المرعى، لم يساهم فيه الإنسان، ما زرعوش، ما زرعوش، كيكون هذاك الشيء لتحت ديك الزريعة وينزل الشتاء وينبت المرعى. كيكون في الأول هذاك المرعى كيكون داير، كيكون داير أخضر زين، بحال السجادة زين، مزوق زين، والريحة نتاعو طيبة، الدواء مخيرة زين، فجعله زين. ما معنى غثان؟ غثان زين، يبس زين، وتفتت زين، ولا خفيف، غثاء كغثاء السيل لا قيمة له. أحوى، ما معنى أحوى؟ ما معنى أحوى؟ ها؟ تبدل لونه، صلح إن شاء الله مجيت أسمر كذا. ما معنى جابنا هنا المرعى مع خلق الإنسان وخلق الخلق وتقديرهم وهداهم وجمرها والذي خلق والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى فجعله غثاء، ما معنى ذلك؟ نعم، كما خلق الخلق من عدم أخرج المرعى، المرعى أخرجه من أرض ومن ماء بالسماء، وأنت ترى أن تحت الأرض كانت هنالك بذور لا نراها، فينزل الله تعالى هذا الماء فيخرج المرعى وينبت ويخضر ويعمر الأرض واللي بحال لا، ومن بعد في الساعة واسمه في الساعة يبس كذا. ما معنى ذلك؟ أي أن الذي خلق زين فسوى، والذي قدر وهدى، لا تنسى، لا تنسى أن الله يخرج المرعى وإذا بالمرعى بسرعة يصير غثاء نحوه، أي أن هذه النعم اللي أعطاك ربي وهذه المهمة عليك أن تستغلها لأن وقتك قصير، وسيصير مآلك إلى ما يصير إليه المرعى بعد أن يكون قد اخضر. فلا تغترن بصحتك ولا بجمالك ولا بعلمك وذكائك وتقول أنا أوتيته على علم عندي، أنا أكثر مال، أنا ربكم، أنا أنت مخلوق لوظيفة، وسرعان ما تنتهي وظيفتك بسرعة، تماما كالمرعى الذي جعله الله مثالا يحتذى بالنسبة لأولي الألباب، فيرون أن هذا لم يكن فكان، ثم استوى وإذا به كالزربية مخير حتى يعجب الناظرين، كما قال سيدنا ربي، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت زيد حصيدا كأن لم تغن بلمس. الله يضرب الأمثال. فلا تغترن بطول مقامك في الدنيا، فمهمتك مؤقتة، فكل مخلوق مهمته مؤقتة، فعليه أن يستفيد. إذن فالهداية الأولى هي هداية الخلق زين للوظيفة التي من أجلها خلقهم الله. كيف خلقهم؟ بالصورة التي تناسب الوظيفة زين. الإنسان هو أيضا معني بهذه الهداية، هداية عامة. ما معنى ذلك؟ أي خلقه كما خلق كل المخلوقات زين، بكيفية في البدن زين، وقدرات إدراكية وقدرات إرادية، من أجل أن يؤدي الوظيفة التي من أجله خلقه الله، ولا ينبغي أن يغترن أنه يدوم أو يطول. فعليك أيها المسلم، يا من آمنت بهذا المشروع
أن تعرف أن أيامك قليلة وأن هذه الطاقة نعم الله عندك، فعليك أن توظفها التوظيف الأسمى الذي يحبه الأعلى، الذي يسبح الله بالليل والنهار لهذا الإحكام في الخلق وهذا الصنع البديع. سبحانك ربي، سبحانك ربي الأعلى، سبحانك ربي الأعلى. صلى الله على الحبيب محمد. المرة الجاية إن شاء الله نشوفوا الأنواع الأخرى إن شاء الله ديال الهداية.